بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الاتحاد القطري لكرة السلة في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في الجولة الثانية من جولات الدوري القطري، واليوم الأول في الجولة الثانية المباراة ما بين الوكرة وصيف الدوري وكاسمو الأمير والخور القادم من بعيد. نعتذر عن التأخير لعطل فني، ولكن نحن هنا بدأنا من المنتصف تقريبا الفترة الثانية. الوكرة ب 34 نقطة، الخور 24، متبقي أقل من 7 دقائق. ونرحب بالإعلامي الشهير كابتن محمد سليم. أهلا يا كابتن. أهلا كابتن أشرف، يعطيكم ألف عافية ويسعدني وجودي معكم طبعا اليوم في هذه التغطية، وطبعا دائما تغطياتكم الممتازة والمفيدة في اتحاد كرة السلة واللي أضافت كثير للدوري القطري. طبعا زي ما احنا شايفين المباراة يعني كانت في البداية لمصلحة نادي الخور، ولكن الآن في الدقائق الأخيرة بدأت يعني المباراة تتحول والنتيجة لمصلحة الوكرة، وهذا أمر طبيعي طبعا كنا متوقعينه. والسبب انه زي ما انت عارف كابتن عند فريق الخور في 5 لاعبين فقط، فانا اعتقد يعني وجود 5 لاعبين دفاع الزون بيلعب كابتن زاهر مضطر انه يلعب دفاع الزون من اول دقيقة، يعني بيلعب دفاع الزون والمنطقة لانه ما في عنده عدد يجاري فرقة الوكرة اللي عندها البنش وعندها فرقة متكاملة رغم نقص العدد ونقص المحترف الموقوف من الموسم الماضي، لكن عند الكوتش والدكتور إيهاب الحلول اللعب في أكثر من تشكيلات، يعني بدأ بعبد الله، الآن منشوف درويش على أرضية الملعب، هناك مالك وعرفان، وبالتالي يعني كان عنده الفرصة أنه يتقدم، الآن الفرق نزل ل 12 نقطة، فبداية كانت قوية جدا للخور، ولكن يعني أعتقد بسبب الطريقة الدفاعية اللي مضطر عليها كابتن زاهر وبسبب وجود 5 لاعبين فقط او 6 خلينا نتكلم، يعني كانت العودة الوكرة، والان هنا ثلاثية لأحمد درويش، هذا اللي احنا بنتكلم عنه لما يجي من دكة البدلاء فريش بيكون عنده فرصة، هاي الثلاثية الثانية اعتقد اللي سجلها الثانية فعلا يا كابتن محمد. طب بالفعل اي نادي الخور زي ما انت شايف يعني بدأ رتم الاداء شوي شوي يكون بطيء، هون ثلاثية لفريق الخور، والنتيجة الآن 41 مقابل للوكرة مقابل 29 لفريق الخور، والمتبقي 5 دقائق بالضبط على نهاية الربع الثاني. بالفعل يا كابتن سليم خبرتك طبعا المؤشر مهما كان متقدم الوكرة سوف يعود، بالفعل عاد وبتشكيلات مختلفة تغييرات، وزي ما كنت بتقول سابقا اهو نازل عبد الله درويش تاني، تغييرات مستمرة، والخطأ شخصي لمصلحة فريق الخور. 29 الوكرة 41، تبديلات ايضا في صفوف فريق الخور، الكرة مع المحترف الامريكي امير جاكسون الصغير السن لاسي اللي من الموسم الماضي معهم، وهنا ابن عمر حامد مرة اخرى جاكسون جاكسون جاكسون، لكن الدفاعات قوية والقرار على الحكم كابتن جمال لمصلحة الخور، ادخال الكرة من الحد النهائي. مرة اخرى التصويبة ابن عمر قصيرة المتابعة والدانك دانك لفريق الخور بواسطة اللاعب بوبو الهادي. مالك سليم الفيك مالك القادم من الغرافة ابن الريان لاعب المنتخبات، ومرة اخرى للاعب المميز ديريوس اولدهام التمرير. مرة اخرى سليم عارفين تصويبته، عاملين حساب عمل الروتيشن متخصص في التصويبات ب3 نقاط. مرة اخرى جاكسون لاعب رائع جاكسون، والتمرير والتصويب كابتن هناك صحوة، وقت مستقطع على طول كوتشهاب ليلحق ما حدث في الثواني والدقائق الاخيرة وتقليص الفارق الان. كابتن محمد طبعا كابتن اشرف سجلوا 2-3 بوينتس
فريق الخور، وبالتالي تقلص الفارق الآن لسبع نقاط، 34 الخور 41 الوكرة. وكابتن إيهاب، دكتور إيهاب طلب وقت مستقطع، يجب مراقبة التصويبات الثلاثية خصوصا ونحن نتكلم عن وجود خمس لاعبين يعني في فريق الخور، بالتالي الآن مع الإعياء ومع مرور الوقت سيلجأ الفريق واللاعبين إلى التصويبات الثلاثية والحلول الأسهل بالنسبة لهم، وإذا كان التوفيق عن طريق التصويبات الثلاثية بطبيعة الحال ستكون هناك مشكلة لفريق الوكرة. رغم كل الأدفانتج طبعا والخبرة الكبيرة، عندك أربع لاعبين مع المنتخب، عندك مالك وعبد الله ودرويش وعرفان، بالإضافة إلى لاعبين أمريكيين، يعني بظل كل هذه الخبرة يجب أيضا أن يكون هناك تركيز ولا ينخفض مستوى التركيز خصوصا من في الشق الدفاعي. التقدم بفارق أكثر من 10 نقاط يعني 12 نقطة لا يعني شيء، بثلاثيتين يستطيع فريق الخور أن يعود، ومن ثم يعني يمكن أن يكون له يعني مستويات ثقة ترتفع عند فريق الخور و يعني يسبب مشاكل لدفاع فريق الوكرة. طبعا طلب دكتور إيهاب الخبرة، أخذ وقت مستقطع لترتيب الأوراق وإعادة الفريق التوازن، حالة التوازن للفريق حتى يتدارك الموقف. 3 دقائق و41 ثانية، طبعا سبع نقاط لا تذكر في كرة السلة، صحيح يعني سبع نقاط يجب على فريق الوكرة التركيز والعودة للعب الجماعي والتركيز في الدفاع. مرة أخرى ما زال دفاع الخور في الزون إذا بتلاحظ كابتن أشرف، وهذه الطريقة الدفاعية يعني يجب أن يكون هناك تغيير. هاي تصويبة ثلاثية لمالك قصيرة، الريباوند الخور مرة أخرى. دائما طبعا هو كابتن زاهر ما بنقدر نلومه على هذه الطريقة لأنه مجبر وما عنده خيار بديل، الذهاب إلى المانتومان سيكلف يعني يرهق اللاعبين على المستوى الدفاعي، فهو يعني يجازف بدفاع الزون. وهنا ثلاثية أخرى، السلاح الذي تكلمنا عنه ثلاث ثلاثيات متتالية، يعني بوجهة نظري الشخصية حتى لو تقلص الفارق إلى أربع نقاط وسجل فريق الخور أكثر من ثلاثية، يعني لا أعتقد بأن فريق الخور يعيش ويموت بالثري بوينتس بالثلاثيات، ولكن ولا تسعفوش بالمباراة في الكامل، لكن كما قلت وذكرت يجب أن يكون التركيز من فريق الوكرة على الجانب الدفاعي والهدوء على المستوى الهجومي، تدوير الكرة على مستوى الزون إذا أراد العودة في اللقاء. مجهود ممتاز كما قلت لك، كابتن زاهر خبرة كبيرة طبعا وله كل الاحترام والتقدير، يعني بأقل عدد من اللاعبين، ثلاث لاعبين أمريكان، ولكن مستوى اللاعبين المحليين ليس كمستوى لاعبي الوكرة، يقوم بمجهود جيد. لاعب فزين هو مجبر عليه ولكن ماشي معه. هنا ثلاثية من أحمد درويش، شوف أسلحة الوكرة طبعا، ثالث ثلاثية لأحمد درويش، يقدم مستوى ممتاز في هذا اللقاء الثاني يعني. والآن الكرة للخور، 44 الوكرة 37 فريق الخور. بالفعل كابتن سليم لازال يتقدم لفريق الوكرة، ثلاث نقاط دقيقتين فقط. عرفان دي أوردهم، سليم الباص سايد، المحاولات البلوك شوت، الدفاعات من جاكسون، الفاست بريك، الترانزيشن، معقولة لاسي ثالث، معقولة لاسي رابع، صعب لكن الفو بطريقة غريبة يضيع الكرة. الله يكون في عونك يا كابتن زاهر، بيقول له على مهلك، بيتهيألي اللاعب بدنية لكن ما عندوش الخبرات الكافية يا كابتن زاهر. والله كابتن أشرف طبعا على يعني على الطريقة الأفريقية دعنا نقول، ونحن تابعنا طبعا مباريات وتصفيات كأس العالم على المستوى القارة الأفريقية فيما عدا بعض المنتخبات العربية دعني أقول، ومنتخب أنغولا ونيجيريا منتخبات المقدمة، باقي الفرق الأفريقية تعتمد على القوة البدنية يعني أكثر من التكتيك، هكذا هي طريقة كرة السلة. ولكن يعني دائما أنت تعرف كرة السلة لعبة تحتاج إلى ذكاء كثير وتحتاج إلى
نقول لها باسكتبول اي كيو. ما نعتذر عن استخدام المصطلحات الإنجليزية في بعض الأحيان مضطرين أو ترجمتها بيكون شوية لا لا تعني في اللغة العربية. الآن حول كابتن إيهاب على الفول كورت مان تو مان بريس، ينزل إلى دفاع الزون. سنرى كيف سيتعامل فريق الخور مع هذا الضغط. الفارق 5 نقاط، وهنا درايف من الجهة اليمنى. برافو الباص، يجب أن يكون التركيز أعلى من هيك. وبرافو فريق الخور الذي يعني يجب أن نشيد بهذا الأداء بخمس لاعبين وهذا التكتيك الدفاعي على مستوى الزون، يستطيع أن يجاري فريق الوكرة الفارق فقط 3 نقاط. صحيح يا كابتن، طبعا ألف تحية لكابتن زاهر، وننوه طبعا أن الخور أو الوكرة بيلعب باثنين محترفين فقط لتاني مباراة، ولكن الخور هو دايما كابتن زاهر بيعد أن دايما بيعدنا أن كل مباراة يصل الى مستويات افضل الثاني والكؤوس، ولكن هنا جاكسون الاختراق من جاكسون ثقة اكثر من رائع. نشيد بهذا اللاعب، لاعب في اول لسه مخلص دوري جامعات، عنده الكثير، عطشان، عاوز يؤدي افضل. يا كابتن الفارق 1 نقطة، 43 الخور، 44 نادي الوكرة. وكابتن ايهاب يطلب وقت مستقطع، الحذر مطلوب، التركيز يجب على لاعبي فريق الوكرة، إغلاق المساحات على مستوى الروتيشن الدفاعي، يجب أن يكون هناك جدية. يعني رأينا الفريق يتقدم بفارق تقريبا 12 نقطة ولا أكثر كابتن، 12 نقطة تقريبا أو أكثر من 10 نقاط دعنا نقول، ولكن بالعمل الجاد وبشوية تكتيك كابتن زاهر، دعني أقول لك الذكي باستخدام هؤلاء الخمس لاعبين، استطاع أن يعود في اللقاء ويقلص الفارق لفارق النقطة الوحيدة. الآن الضغط على فريق الوكرة، 32 ثانية ونصف على نهاية الشوط الأول، ونتيجة ممتازة 44 الوكرة 43 الخور. إذا يعني نقطة تحسب لفريق الخور، تسجيله 43 نقطة في الشوط الأول، أعتقد بأنها يعني نتيجة كبيرة ضد فريق الوكرة، وهو الفريق الذي قلنا بأنه يعني يريد أن ينافس من أفضل الفرق والفرق المرشحة في المنافسة على لقب الدوري بعد أداء القوي في الموسم الماضي. هنا نهاية الوقت المستقطع، والكرة مع فريق الوكرة، أحمد درويش على إدخال الكرة من البيس لاين. آخر هجمتين من عمر الشوط الأول. برافو كابتن زاهر طبعا، وشوف كيف يعني لا يترك صغيرة ولا كبيرة صراحة، وشوف الضغط الآن بدأ يضغط فريق الخور، يضغط على لاعبي الوكرة، هل سيستطيعوا استيعاب الصدمة، صدمة العودة دعنا نقول، إذا كان هناك صدمة هاي ضائعة. وهنا الريباوند، فرصة عند نادي الخور ليخرج متقدم. هنا الدرايف من الجهة اليسرى، كيك صراحة ممتاز ممتاز فريق الوكرة، فاول اند وان، روعة في الأداء، 10/10 لفريق الخور، حالة فنية يعني رائعة. برافو كابتن زاهر، وحتى كابتن أنا أشعر بأن رغم يعني وجود 5 لاعبين، أشعر اللياقة البدنية والتكتيك اللي اتبعه كابتن زاهر في دفاع الزون ريح اللاعبين، ما زالوا فريش قادرين على العطاء والركض، اللياقة البدنية العالية لديهم صراحة ساعدت على مستوى التسجيل. بالفعل الفترة الثانية، ولا تفرق معنا الكابتن محمد سليم في الاستوديو التحليلي وكابتن بسام كحلة، وتقدم للوكرة 44 بالخور 45 مقابل 44 للوكرة، مفاجأة منتصف عاد زي ما قال كابتن محمد سليم التعويض، وعاد بعيد فريق الخور بنقطة. أعزائي المشاهدين بالصوت والصورة وكابتن محمد سليم لا تذهبوا بعيد، حيث هيتم الان التحليل لهذا الشوط الاول بفقرتين ومره اخرى اعزائي المشاهدين. وهنا التقدم، المفاجآت مستمره، الدوري الساخن 2018
2019 بدأت المباراة بقوة وبسرعة، وسرعان ما تدارك فريق الخور الموقف وعاد وتقدم مع الثانية قبل هذا اللقاء. لقاء ما بين الفريق العربي لقب اعزائي المشاهدين الاهلي اللي قدم مباراة جدا ووصل الاكسترا تايم، ولكن ترحم العرب عاد العربي و المباراة، وهنا الوقيف الوكرة الفريق القوي الفريق المرشح بقوة في الموسم الماضي ووصول الى النهاية، هنا في موقف انه يتمكن من حل المشكلة. والان المباراة وصلت انتصفها المباراة الى شوط اول، ذهبوا بعيدا حيث هناك الشوط الثاني. الشوط نستمتع سويا بهذا اللقاء ليلي كابتن بسام كحلة والاعلامي الشهير كابتن محمد سليم، فكونوا معنا بعيدا بالصوت والصورة. كابتن بسام معاك الميكروفون. السلام عليكم. النهاردة بيشرفنا ان احنا يكون معنا الكابتن محمد سليم، والنهارده بقيت انا في دور المقدم عشان نديله فرصه ان هو خلينا الكومبو الكومبو بنشر يعني شرفتنا يا كابتن، ويعني احنا مبسوطين جدا ان انت معانا النهارده. اشكرك. وحاجه يعني جميله ان انت تبقى بتشجع قناه الاتحاد وبتدعمنا. انا مش غريب على ملاعب كره السله القطريه وابن الاتحاد، يعني اكيد طبعا اكيد، وانت لاعب دولي يسرني انا اكون معكم موجود في افتقدناك في الملاعب يا كابتن. الله يخليك. بس كسبناك ممكن ارجع عادي. لا وكسبناك كاذاعي طبعا لامع. فان شاء الله ايه رايك في النهارده؟ شايفين ان النهارده بدايه الدوري الحقيقيه ابتدت النهارده بنهايه مباراه العربي والاهلي، وشايفين النهارده الوكره والخور عاملين ايكوال جيم، فتقول لنا ايه رايك في الدوري القطري السنه دي؟ طبعا كان قبلها مباراه جدا قويه خلصت بالاوفر تايم لفريق العربي بالخبره اخذوها، وفي الثواني الاخيره من فريق الاهلي كانت كمان مباراه ممتازه. اليوم هاي المباراه الثانيه في الجوله الثانيه من الدوري القطري، ايضا مباراه قويه بين الخور ونادي الوكره. البداية كانت قوية للخور، استطاع فريق الوكرة أن يعود، وسع الفارق لأكثر من 10 نقاط، وفي الدقائق الأخيرة كان هناك دعني أقول لك يعني قلة التركيز لدى دفاع الوكرة أدت إلى تسجيل أكثر من 3 وليابس لفريق الخور، واستطاع أن يخرج فائز 45-44. مجهود يحسب لفريق الخور واستراتيجية كابتن زاهر اللي نجح فيها صراحة، لانه زي ما تكلمنا اثناء التعليق غير زون ديفنس عشان يبتدي يعمل بالانس للعيبه بتاعته شويه، يريحهم شويه، هو مضطر انه يستخدم عندوش بنش للاسف فهو بيلعب الزون عشان يوفر طاقه اللاعبين يستخدموها في الهجوم. نجح في هاي الاستراتيجيه، واستطاع ان يضغط على فريق الوكر حتى يعني على مستوى الهجوم والدفاع، ويخرج فائز فرق النقطه الوحيده، هذا المهم. يعني بخبره كبيره كوتش زاهر بخبرته وحنكته صراحه استطاع ان يخرج فائز. لكن أريد أن أقول بأن منطقيا وعلى الأوراق فريق الوكرة لديه الإمكانيات في العودة إذا ما استطاع يعني لملمة الأوراق وتغيير الحال اللي ظهر فيها. هل تفتكر حضرتك أن الغياب المحترف بتاع الوكرة مأثر على الفريق؟ والله شوف يعني هو حتما سيؤثر، يعني محترف لاعب محترف. أنا شايف أنه هو بيلعب الفورورد بتاعه بيلعبه بوينت جارد، فده مديله يعني هو مضطر يبدا كمان كوتش ايهاب مضطر يبدا بعبد الله شاهر، ولكن ليس عذر يعني وجود 4 لاعبين للمنتخب، خبرات عندهم خبرات عاليه طبعا يعني. تتكلم عن مالك وعرفان واحمد درويش وعبد الله شاهر واثنين محترفين، يعني اعتقد بهؤلاء اللاعبين المفروض انه يكون قادر على بالخبره دعني اقول لك الفوز منطقيا. نحن نتكلم خصوصا بعد الاداء القوي امام الفريق الاهلي، اعتقد بانه يجب ان يكون قادر على العوده وحسم اللقاء. لكن كما قلنا دائما وابدا كره السله دائما تحترم الاداء بالضبط، ملهاش مقاييس، مفيش مانيوال، مفيش مقاييس، ملهاش كتالوج. والكابتن زاهر ما شاء الله عليه يعني بالاستراتيجيه التي اتبعها اعتقد افتكر حركه الكابتن ايهاب او الدكتور ايهاب مش قادر يفرض التيمو بتاعه في الجيم، لان هو احنا بنشوف دايما ان هو بيحاول يلعب على الكونتر اتاك، بيحاول ان هو يسرع بيعمل كونتر اتاك سريع جدا، بيطلع الملعب بشكل درس وبيضغط وبيضغط في الديفنس. انا شايف النهارده هو ان هو بيلعب ديفنس زون
فترات طويلة جدا. هل الاستراتيجي دي ماشية معاه ولا يعني لازم يغير ما بين الشوطين؟ يعني شوف باعتقاد اللي اهم من هيك اول شيء العمل الذهني عند اللاعبين الاستعداد الذهني. احنا تكلمنا عن مباراة العربي اللي هو بطل الدوري الموسم خبرة الماضي، حسمت متكامل الصفوف كذا يعني اعتقد فريق الاهلي هو الذي اضاع المباراة اضاع صح. وكنا نتكلم في المنصة كنت مع مدير المنتخبات عبد الرحمن الهتمي، كرة السلة لا يجد فيها فريق كبير وفريق صغير، يجب ان تحترم الفريق الذي امامك صح. خصوصا من فرق الان متوقع منها الفوز، يعني الوكرة متوقع ان يفوز على الخور، يعني لو سألت أي حد على الورق منطقيا يعني في الدوري بالنظر إلى الأداء السنة الماضية وحالة الفريق ولاعبي المنتخبات المفروض أنه يفوز، ولكن الفوز مش بالأسامي وفقط على مستوى على يجب أن يكون هناك أداء وتركيز في الملعب مظبوط. يعني الحالة الدفاعية التي ظهر فيها صراحة فريق الوكرة بعد أن تقدم بفارق أكثر من 10 نقاط يعني صار هناك استرخاء، لا أعرف يعني قلة في التركيز، نزل منسوب التركيز لأسباب غير مبررة. المفروض ما ينزل بهذه الطريقة، خصوصا نتكلم عن 2 أمريكان ولاعبين منتخب يعني مستوى مالك وعرفان، لكن هذا ما حصل. التوجيهات اللي هتبقى في اللوكر روم دلوقتي ما بين الوكرة وكابتن إيهاب جلال والدكتور وكابتن زهر عبد الباسط، تفتكر ايه التوجيهات اللي ممكن تبقى بالنسبة للشوطين الجايين؟ يعني بالنسبة لكابتن إيهاب اول شيء يجب منع الثري بوينتس شوي، يعني قل اي حد بيصوب يجب ان يكون حد في وجهه رافع يده يعني، ولا تكون التصويبات وايد اوفن مش لوز ديفنس يعني لا في لوز ديفنس لانه سجل الان 3-4 شوتات متتالية خصوصا على محترف نادي الخور. على مستوى الدفاع يجب ان يكون هناك روتيشن دفاعي، راينا شفنا اكثر من تقاطع ولا بالضبط، فيجب ان تكون الحاله الدفاعيه تحت افضل كله مفتوح بحيث ان البوينت جارد بيلم ده بيخش يلم ورا ورا الكوره. على مستوى الهجوم يجب ان يكون هناك طريقه في التعامل على دفاع الزون من خلال الدربل في الفراغات ونقل الكره من سايت الى سايت يعني مم. والصبر 24 ثانيه تكلم عن 5 لاعبين في نادي الخور لا يجب انهاء الهجمه في ثانيه او ثانيتين، استخدم الثواني، انهي الكره بكل هدوء واضغط بدنيا يعني خلي الفريق يتحرك من جهه الى اخرى، سيرهقهم ذلك بدنيا وسيؤثر عليهم على الجانب الدفاعي. بالنسبه لكابتن زاهر يعني لا اعتقد بانه لديه الحلول الكثيره عشان البنش في الزون البنش. ما فيش بنش، هو 5 لاعبين مضطر يستمر في الزون. اما على مستوى الهجومي فسيحمس اللاعبين ويحفزهم على الاداء بنفس الطريقه والروح القتاليه، تشعر بان فريق الخور اكثر اجريسيف، اللاعبين يعني نازلين وحوش على الملعب بدهم يثبتوا نفسهم بدهم يعملوا شيء. اعتقد اذا استمر بنفس الطريقه ستكون هذه افضل فرص لدى زي ما حضرتك قلت ان ما في الباسكت ملهاش كبير وملوش كتالوج، احنا شايفين الوكره يمكن نازل متعالي على المباراه شويه او لما جت ثقه زايده طبعا غير مبرره زايد. ما في كبير يعني وخصوصا عندما ارتفع الفارق بالضبط يعني يجب ان تكون يجب ان يكون هناك احترام الخصم وجديه واحترام لكل فريق انت تلعب معه حتى لا تكون يعني هل انت خسران الشوط الاول 45 توقعاتك ايه بقى للدوري السنه دي؟ انت شايف الدوري تجربه الثلاث محترفين بالنسبه للدوري بقى لها سنتين دلوقتي، والله شوف انا صراحه ضد وجود 3 محترفين لازم. انا كلاعب منتخب سابق اكيد لما وبكلمك لما كنا نلعب يعني ويكون اكثر من لاعبين محترفين ماكسيموم على ارضيه الملعب تظلم انت لاعب المنتخب ويتجه دوره الى دور رول بلاير. صح انت حيكون عندك دوري قوي، هناك وجهه نظر بقول لك لا لما يكون في 3 محترفين حيرفع مستوى المنتخب او لاعب المنتخب الوطني. انا بوجهه نظري بالنظر الى ما يحصل في الدوري القطري يعني يسعى كل مدرب وكل فريق الى الفوز، لا اريد ان اقول فوز التجاري ولكن كل الفرق تريد ان تفوز وتريد نتائج سريعه، وبالتالي يكون الاعتماد على اللاعبين الامريكان او المحترفين اكثر من اللاعبين. هذا ما اراه الا في حاله او حالتين، مثلا ممكن نادي الغرافه عندهم عبد الرحمن سعد، ممكن في مثلا ريان ميزو، يعني في حالات محدوده. انا مع ان يكون هناك احتراف لكن يكون هناك احتراف مدروس لا يؤثر على دور اللاعب المحلي في ارضيه الملعب. اذا بدا الاحتراف والتصويبات وكل العبء في الهجوم وفي الدفاع والمسؤوليه على اللاعب الامريكي وهذا ما يحصل في معظم الفرق خلينا نكون واقعيين أكيد. بيكون دور لاعب المنتخب لاعب مش عاوز اقول كومبرس يعني اذا صح التسميه ولكن مكمل رول بلاير رول بلاير. وانا من وجهه نظري لا انا من وجهه نظري السيستم القديم ايام نحن يعني كان هناك لاعب ومن ثم تم ادخال لاعبين، كان هناك لاعب في الدوري
ومن ثم لاعبين في كأس الأمير وكأس قطر. أعتقد هذه التجربة أفضل، كانت المنافسة أكبر، كان مستويات لاعبين المنتخب أكثر، كانت فرصة لاعب المنتخب أكثر في الاحتكاك واكتساب الخبرة. خصوصا انت تتكلم عن الان يعني جيلنا راح من المنتخب بالضبط، وده اللي لسه بتاع كاس العالم. تفتكر موضوع المنتخب، طالما تطرقنا للمنتخب، المنتخب لم يوافق يعني ما فيش توفيق السنه انه في الويندوز الاخيره، بس انا احنا شايفين ان في تجربه احلال وتجديد. نعم. انت ايه رايك في التجربه دي؟ يعني هل كنت استمر بالخبرات واحاول اكافح شويه، ولا خصوصا ان المنتخب في الويندوز 5 ما لعبش باسامي كبيره، يعني عرفان، منصور، عبد الرحمن مفتاح، ناس كتيره جدا كانت بعيده عن المنتخب، والاتحاد اضطر يستعان بالوجوه الشابه. ايه رايك تقييمك للتجربه؟ والله شوف، من حيث الاستعانه باللاعبين الخبرات، انا اعتقد انه يعني جيلنا خلاص يعني ادى اللي عليه. بس شايفين خالد خالد سليمان، ممكن خالد، انا بوجهه نظري ممكن نستعانه بخالد يعني كلاعب وحيد، عرفان او مالك حبيس. مثلا مالك. عرفان يعني ممكن 2 إلى 3 لاعبين فقط لاعطاء قدوه جيده للاعبين، ولكن العمده على ارضيه الملعب، سواء هؤلاء اللاعبين موجودين مع التشكيله او لا، في ارضيه الملعب يجب ان يكون الاشتراك للاعبين الشبان، لانك انت الان خلاص في مرحله اعاده البناء. لو حطيت لاعبين الخبره او ما حطيت لاعبين الخبره، ما لا اعتقد المنتخب القطري بالتشكيل الحالي وما رايناه في تصفيات كاس العالم قادر على المنافسه في القاره الاسيويه بعد دخول نيوزيلندا ودخول أستراليا. أما إذا تتكلم عن المستوى الخليجي هناك أمر آخر. أنت تتكلم عن إعداد منتخب ينافس للتصفيات كما كنا في التصفيات الآسيوية على الأقل. فباعتقادي لا، اللاعبين الشبان خلاص جاء الوقت وقتهم. وقتهم الآن، لأنه أنت الآن مثلا ميزو 29 سنة، عبد الرحمن يحيى تتكلم عن 25 ولا 26، عبد الله شاهر 27، متى حيأخذوا فرصة اللاعبين؟ بالظبط. والبقيه بس يعني هل تفتكر حضرتك ان القائمين على لعب كره السله والمدربين والوسط الرياضي هيستحمل ان احنا نصبر 2 3 سنين على تكوين المنتخب؟ تعرف احنا بنحتاج نتائج سريعه ونسن السكاكين على طول للناس على طول. والله شوف كابتن بسام، بالنظر الى الفرق دائما نحن لا نريد تجرب المجرب، احنا مش عاوزين نخترع باسكت. إذا نظرت إلى كل الدول المتقدمة في كرة السلة، ولا نريد الذهاب إلى أوروبا وأمريكا، خليك على مستوى لبنان، الأردن، خليك على مستوى إيران، الدول اللي حولك وعندها نظريات. يعني الآن منتخب لبنان ومنتخب الأردن في منافسة على بطاقة تأهل لكأس العالم، وإذا أخذنا المثال اللبناني أفضل من المثال الأردن، اعتبارا الأردن 2 سنين كان الدوري متوقف وبدأ الآن يعود. منتخب لبنان الآن عنده تيم A وعنده تيم B. تيم B من اللاعبين الشبان يحاولوا إعدادهم للسنوات القادمة، خطة على مدى 5 سنوات، فريق ينافس في الوصول لكأس العالم، عندهم فريق ثاني. فنحن عندما ننظر دائما النتائج السريعة، إن شاء الله يعني أن يكون نتائج سريعة، ولكن أنا أقول دائما too good to be true، يعني غير واقعية. بالضبط. أو إذا كانت تحققت تتحقق على محض الصدفة. بالزبط. أو تكون في فترة قصيرة جدا. جمعة مش مشية. بالضبط. ولكن طبعا التخطيط يجب ان يكون على مدى سنوات لا يقل عن خطة سنوات، يجب ان يكون هناك استقرار. لاحظنا تبديل 4 مدربين للمنتخب في فترة قصيرة. بالزبط. هذا غير صحي ابدا لكرة السلة القطرية. اللاعبين يجب ان يتعودوا على فلسفة مدرب، يجب ان يتم اشراكهم بطريقة منطقية وطريقة علمية، يجب كما قلت ان يكون التخطيط على مدى 5 سنوات، وتكون الأندية جزء من هذا المخطط أيضا، ويكون الدور القطري معمول لفائدة كرة السلة القطرية ومنتخب قطر. أنت سؤال برضو يعني بالنسبة للمنتخب، خلينا في المنتخب لسه، أنت مع تجربة المدرب العربي أو الأجنبي؟ والله أنا مع تجربة المدرب الكفاءة. الكفاءة. وليس مع الجنسية يعني. أعتقد المدرب الكفاءة الذي يثبت وجود. يعني اليوم شفنا مدرب فريق الأهلي تاكس كان مدرب منتخب الأشبال. بالزبط. في منتخب قطر، لكن مدرب صغير ليس لديه خبرة على مستوى الدرجة الأولى، ولكن اليوم تراه يؤدي يعني حالة الفريق النفسية، إعداده النفسي الفريق معد بشكل باين، لمسة المدرب. فايتر. نحن خمته باينة. احنا لاعبين كلاعبين ومختصين في الباسكت، في هناك لمسة على مستوى اللاعبين. فأنا مع الكفاءة، يعني مع الكفاءة أيا كانت الجنسية، وأتمنى طبعا إذا تواجدت الكفاءة العربية طبعا نشجع. نتمنى كلنا طبعا طبعا الكفاءة العربية وطبعا أنا بشكرك وبحييك ويعني وكسبناك النهاردة معانا، ونتمنى وجودك دايما حبيبي، ويا رب دايما موفق، وإن شاء الله نشوفك في من
في اعلى وفي اعلى وان شاء الله. اعزائي المشاهدين كان معنا الكابتن محمد سليم وبنشكره طبعا شكرا جزيلا. وهننتقل دلوقتي للكابتن اشرف توفيق للتعليق المميز على المباراه. شكرا كابتن بسام كحله وشكرا الكابتن محمد سليم على تحليل هذه المباراه المتكافئه المتعبه الوكره يعود تسجيل اولى النقاط والتقدم. اعزائي المشاهدين و 46 مقابل 45 والدرويش بالتصويب. ولكن جاكسون لاعب يصوب امير مره اخرى يصوب ويسجل متالق امير رجل المباراه لفريق الكور حتى الان المحترف صانع الالعاب في صفوف فريق الكور. والتصويب بالتصويب والمتابعه لفريق الكور. 47 الكور 46 الوكره. مباراه تعبر عن تقارب المستويات الفرق. المباراه السابقه مباراه حدث فيها اكسترا تايم وهنا المباراة تقدم للخور في الفترة الثانية على الوكرة وصيف الدوري وكاس الأمير. الاختراق والدرايف والخطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. 49 خور 46 وكرة 8 دقائق 20 ثانية. عزيزي المشاهد وكالدول المحترف في صفوف الوكرة القادمة بجواره دي أولدهام لاعب سجل الماضي ويغيب محترف للإيقاف المباراة الثانية مع فريق الوكرة. معانا هنا في التعليق وكابينة التعليق النهاردة كابتن محمد سليم تعليق وتحليل واجدينه النهاردة ايه كل الأحداث فرصة متواجد واحنا سعداء. الله يخليك كابتن ويعطيك الف عافيه. بالعكس انا الذي اتشرف مره اخرى بوجودي معكم وانا مش غريب عن ملاعب كره السله القطريه. والله فريق الخور صراحه يعني تعامل ممتاز مع المباراه والحاله التي دخل فيها في الربع الثالث حاله ممتازه. هنا ثلاثيه لفريق الوكرة 50-49 الفارق النقطة الوحيدة. يجب الحذر واحترام تكلمنا بين الشوطين كابتن اشرف صحيح. الاحترام للفريق يعني شوف هنا مر على ثلاث لاعبين محترف نادي الخور الاول والثاني وحصل على فاول اند وان. هذه الحالة التي تكلمنا عنها يجب ان يكون هناك جدية يجب ان يكون هناك تركيز اكثر لأن كرة السلة في النهاية أداء في الملعب. الأسماء والتاريخ الكل يحترمه ولكن الأداء في الملعب له كلمة الفصل. ويستمر بالعرض القوي فريق الخور طبعا بيلعب بطريقة ذكية دايمون أوفنس يكون هناك دبل سكرين على البلوك ويكون لاعب تحت الباسكت يستخدم السكرين إلى اليمين أو اليسار ومن ثم يلعب بالون ان وان. خطة بسيطة جدا يجب ان يكون هناك جديه اكثر على طريق على مستوى ال1 اون 1 ديفنس ويجب ان يجد كابتن ايهاب طريقه ايضا لايقاف هذه الطريقه. شوف التسجيل دعنا نقول لا اريد ان اقول صعب جدا يستطيع كل لاعبين تقريبا الوكره التصويب باريحيه لكن المشكله اعتقد عند الوكره في الناحيه الدفاعيه. سمحوا للخور تسجيل 52 شوف هنا كوست تو كوست اخذ الكره من السله مر على خمس لاعبين وسجل ايزي لاياب 54-50. جرس الانذار كابتن اشرف ولا ايش رايك؟ بالفعل فعل جرس انذار الحفاظ على تقدم على وصيف الدوري وصيف كاس سمو الامير قادم من بعيد. هذا لحتى مرور دقائق من الفترة الثالثة معنى كده ان الخور لازال متواجد في الملعب. اذا الوكرة
أن تسيطر على مجريات المباراة مبكرا، زي ما حضرتك تفضلت وقلت بخبرتك أن لازم احترام المنافس، أوافقك على كده. أيضا شوف هنا الخور بيلعب باثنين محترفين، لسه نازل حالا اللاعب رقم 35 جاستون سيزار، مع لان ما عندوش حل غير انه يلفف على الست لاعبين او السبعة الكابتن. طبعا برضو ننوه ان الوقت بيلعب، اذا مباراة متكافئة، لابد اللي عنده الافضلية بدري ما يستناش. وهنا هنا التيرن اوفر ومصطفى، ومرة تانية امير جاكسون مع الاتجاه، يا سلام يا سلام للاسي، يطالب بخطأ الحكم بتقول، ولا زال مستمرار لنزيف النقاط وفرص الهجمات عن طريق التيرن اوفر. كابتن اشرف، اذا ذهب الوكرة الى مباراة في الرننج جيم والتصويب على طريقة الخور، ستكون الافضلية للخور 100%. الوكرة يستطيع العودة في اللقاء، يستطيع الفوز باللعب بالخبرة على مستوى العناصر مالك وعرفان. تهدئة اللعب، تدوير الكرة، قلنا يجب استخدام 24 ثانية من الهجمة لانه يوجد خمس لاعبين، نقل الكرة من سايد الى سايد. بدأت الثقة الان عند كل اللاعبين، يعني هنا ثلاثية، مؤشر 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 غير ايجابي ابدا لفريق الوكرة. تأخر الان فرق 7 نقاط، 57 للخور مقابل 50 لنادي الوكرة. هنا تصويبة ثلاثية، اللاعب يجب ان يكون بتمرير الكرات الى الانسان. هنا كوست كوست مرة اخرى وبنفس الطريقة، بنفس الطريقة، يعني لا اعرف ما هو الحل. وهنا تايم اوت لكابتن ايهاب، اعتقد يجب ان يكون هناك صدمة بس ايجابية تكون شوي، يعني صحيح التعليمات. كابتن محمد سليم، وانت لاعب دولي بطل العالم في 3-3، دلوقتي في تايم اوت لكوتش ايهاب، المفروض هيقول ايه وكابتن زاهر يقول ايه؟ على مستوى الهجوم لنادي الوكرة هناك مشكلة بالاعتماد على التصويب الثلاثي، وهذا كلام خطأ. فريق الخور بيلعب بدفاع الزون، يجب نقل الكرة من جهة لأخرى، اللعب بهدوء، استنفاذ 24 ثانية، محاولة تمرير الكرة للإنسايد، يجب أن يكون هناك لمسات للاعبين الإنسايد في فريق الوكرة. حتبدأ الأمور تفتح على المستوى الهجومي، حتبدأ تلاقي هناك ليابس، حتبدأ تشوف هناك إرهاق وتعب عند لاعبي الخور، وبالتالي ستحسن الأمور من الناحية الهجومية. من الناحية الدفاعية، ترانزيشن ديفنس بالدرجة الأولى، ترانزيشن ديفنس غير مسموح أبدا 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 كابتن، بأن يأخذ لاعب الكرة من تحت السلة ويذهب all the way coast to coast ويحط لياب قدام خمس أو ست لاعب، يمر على الخمس لاعبين للوكرة ويحط لمرتين، إما فاول أند وان بهذا الطريق. على مستوى الروتيشن الدفاعي يجب أن يكون هناك أيضا مشكلة لدى فريق الوكرة. قلنا بين الشوطين الخور يستمر بنفس الطريقة، دفاع الزون والأجريسيف أوفنس، يلعب على مستوى الون أون ون، خطط بسيطة يضعها كابتن زاهر للاعبين، ومن ثم ينطلقوا إلى إيش؟ إلى السكور، إما بالتمرير، لا أريد أن يقول ستريت باسكتبول، هناك فكرة، هناك لمسة على قد إمكانياته كابتن زاهر قاعد يلعب، يعني هذا هو المتوفر لديه، ولكن لا يوجد هناك تكتيك بحكم وجود الخمس أشخاص ونتلاعبين، لا نجد هناك تكتيك يعني فوق العادة لفريق الوكرة. هناك أجريسيفنس، هناك جدية من اللاعبين، هناك تنظيم، هناك ون ون ون، قدرات كبيرة يوظفها كابتن زاهر، وهي التي يفوز بها ب 59 مقابل 50. هنا اعتماد على التصويب الثلاثي مرة أخرى بنفس الطريقة، ولا يوجد ترانزيشن، يعني الآن بدأ لاعبو اللوكل لدى كابتن زاهر هم الذين يسجلون سواء على الفاست بريك سواء على الثري بوينت. يجب أن يكون هناك طريقة مختلفة مرة أخرى. هنا التمرير لمالك، الذهاب إلى التوب أوف ذا كي، نقل الكرة من جهة إلى أخرى، الأمور هنا أفضل، صح ولا لا؟ كرة السلة سهلة ترى كابتن، يعني بس أنقل الكرة من جهة إلى أخرى، ستجد هناك أمامك لياب، الأمور ستتحسن. الاندفاع وراء سيستم نادي الخور سيكون لمصلحة الخور، لأن هذه الطريقة التي يلعب فيها الخور منذ سنوات وليس من هذه السنة. على مستوى الدفاع بيكارول، شوف هنا الروتيشن دفاعي أفضل، ضاعت التصويبة بسيطة بسيطة، يعني ما نتكلم عنه نترجمه هذا اللياب، هذه الطريقة التي يجب أن يلعب فيها. صحيح كابتن محمد سليم، وبالعنوان الإيزي باسكت يكون سهل الممتنع أن يقدر يعود فريق الوكرة. وهنا في الدفاعات التقليدية الطبيعية على البيكن رول في اللعب وتغيير طرق، هنا شايفين الثقة اللي كان بتحكي عليها وفعلا ابتدى يصوب وخلاص. عرفان
وهنا تمريرات مره اخرى. سليم يا سليم بالتخصص يا سليم بدلك يا مالك بالفعل مره اخرى هنا بست نقاط، سبع نقاط للخور واحد مقابل اربعة وخمسة. مباراة متكافئة لا نعلم هل هي الخور تماسك ام عودة دفاعات قوية وخطأ غير ذكي من كالدويل نتيجة انه ما تحركش بالدفاعات السليمة. خطأ لمصلحة نادي الخور، وهناك ثلاث أخطاء شخصية كابتن على محترف نادي الوكرة، والمتبقي يعني 13 دقيقة و42 ثانية، هناك وقت طويل ممكن أن يؤثر ذلك على أداء اللاعب المحترف في نادي الوكرة. طبعا خروج الآن مالك سليم يعطيه كابتن إيهاب راحة، وإدخال عبد الله شاهر، تصويبة ثلاثية فيها كثير من التسرع، لكن شوف ما نتكلم عنه البوكس أوت، لا يوجد بوكسات ولا اوفنسيف ريبون، تفاصيل كابتن اشرف، يعني التفاصيل الصغيره مهمه جدا في غايه الاهميه. هنا تيرن اوفر والانطلاقه واللعب يسجل، وكابتن زاهر شوف الذكاء على طول بوقت مستقطع تقلص الفارق لخمس نقاط، على طول لا يترك فريق الوكره للعوده ويطلب وقت مستقطع لاعاده ترتيب الاوراق واعاده الاتزان لفريق الخور، علّه يعود الى الطريقه التي استطاع ان يسجل بها 61 نقطه. خمس نقاط فارق، هو متقدم حتى الان، اخذ تايم اوت. هيقول يا كابتن؟ لا، كابتن زاهر الان يجب الهدوء في الهجوم، راينا تصويبه ضائعه، راينا فورسينج شوت من اللاعب المحترف من التوب اوف ذا كي، كانت ثلاثيه يعني بعيده عن السله تماما ومش جود شوت ابدا. الارتداد الدفاعي كان ايزي لاي اب على فريق الخور، وبالتالي يجب إعادة ترتيب الأوراق والعودة إلى الطريقة التي استطاع فريق الخور أن يصنع بها الفارق لغاية الآن. خمس نقاط، يعني المباراة لسه في الملعب، لكن أداء صراحة مفاجئ من الخور، أداء مفاجئ ضد فريق الوكرة في ثاني مبارياته، كنا فريق في لمسة مدرب يلعب على إمكانياته، يلعب على إمكانيات يعني على قد إمكانياته في اللاعبين والأوبشنز، لا توجد أمامه يعني كان الله في عونه، لا توجد أمامه خيارات كثيرة على مستوى التكتيك يستطيع أن يقوم بها، ولكن على قدر الإمكانيات التي يملكها يستطيع أن لغاية الآن يكون في المباراة ويتقدم فارق خمس نقاط. ومن يعرف إذا استمر هذا الأداء لفريق الخور ممكن أن يحسم هذا اللقاء أمام فريق الوكرة الذي أتوقع بأن سيكون له عودة إذا يعني كان هناك بعض الهدوء وبعض التفكير على مستوى اللعب بالخبرة على مستوى الذكاء، هذه الناحية التي يتفوق فيها لاعبو الوكرة على لاعبي الخور. هنا مرة أخرى صانع الألعاب فاول وخطأ شخصي بنفس الطريقة، يعني لا يوجد فيها تكتيك، إعطاء الكرة لصانع الألعاب والمحترف الأمريكي ليذهب 1 against 5 دعنا نقول، يجب أن يكون هناك إغلاق للمساحات أمام هذا اللاعب، واللعب عليه بطريقة مختلفة إجباره على تمرير الكرة وعدم استلامها. هنا يستلم الكرة بطريقة سهلة، لا يوجد ضغط، تقاطعات لاعبي الخور على مستوى الهجوم، دبل تيم، تصويبة ثلاثية ضائعة، ولكن شوف وين الأوفنسيف ريباوند كابتن، البوكس أوت مش موجود، تفصيلة صغيرة جدا والبوكس أوت الثاني على التوالي، مرة الثانية على التوالي ما فيش بوكس أوت، يعني من أبسط على فكرة كابتن، يعني في البوكس أوت ونحن نتكلم عن البوكس أوت لا يوجد مهارة، صحيح هي أداء بسيط، مهارة بسيط. هي روح قتالية وشوية تركيز، يعني البوكس أوت يحتاج فقط إلى التركيز والروح القتالية، ويستطيع اللاعب من خلال البوكس أوت أن يحجز اللاعب وراء ظهره في المرتدة ويحصل على الريبون، تمركز طبعا فعلا كده. هذا اللاعب هو المحترف الثالث يا كابتن سليم، فريق الخور ما بيظهرش كتير يعني طبعا، لا حالة نحن نتكلم يعني الآن النتيجة 56 للوكرة 62 فريق الخور، فارق الست نقاط، الكرة إلى عبد الله شاهر، نقل الكرة إلى الجهة المقابلة مرة أخرى، يجب أن يكون هناك لمسات لعرفان تحت الباسكت من غير الاعتماد فقط على التمرير، هنا فاولة وخطأ شخصي، في كل مرة يصبر فيها نادي الوكرة ويمرر الكرات يحصل إما على خطأ شخصي أو إيزي باسكت أو أوبن شط وإن لم يسجلها، هذه الطريقة هي التي ينجح بها يعني نادي الوكرة فعلا بالفعل، هي دي طريقته للعودة إن شاء الله.
خال كرة من السايد لاين لأحمد الدرويش. هنا بدأ شوف التغيير في المواقع بين اللاعبين الجارد. فيك اكسترا باس ممتازة التمريرة وهنا ثلاثية ايزي باسكت طريقة السهل الممتنع في نفس واحد الايزي باسكت طبعا ايزي باسكت. بهذه الطريقة يستطيع فريق الوكرة العودة. بالمقابل نرى على الناحية الدفاعية يحول الان شوف بنفس المكان من البيس لاين وبالريفرس لياب يسجل. كم مرة كابتن عشان نسكر البيس لاين؟ تقريبا ثالث مرة يدخل بنفس الطريقة دي ورا بعض في الفترة دي. كم مرة لازم يدخل عشان يسكر البيس لاين؟ فاهم انا طبعا لازم افرض اول مرة انا بتفتكر بنعد كم عدى الباسكت بول والادجستمنت. هناك قرارات على مستوى اللاعبين ايضا على ارضية الملعب. هنا تيرن اوفر فورسينج وفاول وخطأ شخصي. حالة غير قرار لاعب وقرارات زي ما بيقولوا يعني البيزك في الديفنس بيزك في التمركز طبعا. ونحن نقترب من نهاية الربع الثالث. حالة كابتن صراحة بدأت أنا الآن أقول شوي غير مطمئنة لفريق الوكرة الذي يجب أن يتدارك الموقف وإلا يعني المباراة ستذهب أراها ذهبة باتجاه الخور الذي لا نريد أن يعني نأخذ منه حقه صراحة. يؤدي بشكل قوي يؤدي بشكل رجولي تكتيك على قدر الإمكانيات بذكاء عالي من كابتن زاهر وهو صاحب المبادرة وصاحب السيطرة وصاحب يعني هو الذي يفرض شخصيته وأسلوبه في اللعب أمام فريق الوكرة. الرمية الحرة الأولى ضاعت ما زال فارق 5 نقاط. بوبا يسجل الرمية الحرة الثانية يعود الفارق ل6 نقاط 59 الوكرة 65 فريق الخور. بالفعل 6 نقاط وشيقة مباراة جميلة وبساط ومحاولة الباس والبحث عن مالك سليم وصل مكانه بالتخصص سيكون العودة على يد مالك سليم والبيز لاين والدخول هذه المرة وقفله حرب تحت السلة ولكن في الأخير السيطرة للأرض. مباراة شيقة مباراة 65-62 الصيحات وعلى الكيك اوت والتصديق روعة قلنا لمالك برافو في الهجمة اللي فاتت محمد توفيق هايل. هذه المرة الفريقان من المباراة اعتقد هذه المباراة والمباراة السابقة عودة لروح المباريات الموسم الماضي مباريات متكافئة الجميع يستمتع. احنا لسه في الجولة الثانية لسه في تاني لقاء لسه بدري ما نعرفش المباريات رايحة على فين. وصل التصويبات عن طريق دي اوتهام او بيسجل اذا 3 هجمات ب3 تصويبات. رحوا بعض الشيء كابتن لفريق الوكرة الان ترى الحالة شوي افضل حتى على مستوى البوكسات. اغلاق البيس لاين اخيرا على محترف نادي الخور صانع الالعاب. الفارق الان وان بوزيشن جيم يحتاج فريق الوكرة لسلة. اذا سجل 3 بوينت سيتعادل اذا سجل 2 بوينت سيقلص الفارق لفارق النقطة الوحيدة. اخر 16 ثانية من عمر الربع الثالث سيذهب الى فرصة التصويب الوحيدة والوان ان وان. لا يريد التمرير على مسؤولية الشخصية لا والله مرر لكن مقطوع يا ريت ما مرر. وهنا يقطع الكرة بذكاء في اخر جزء من السلة في اخر في هجمة بالفعل في اخر جزء من الثانية في اثناء التصويب وسنتين وتصويبة ب3 نقاط كادت تؤدي الى فارق 3 نقاط فقط الفارق. الخور يقبل 60 الوكرة خبرات والعودة في الفترة الرابعة. عزيزي المشاهد هنشوف التعليمات للفريقين تعليمات المدربين في اخر دقيقتين ونعود معكم بمشيئة الله.
اعزائي للقاء متقدم ب 68 الوتر دوري الموسم الماضي 68 وعمر توفيق ده ايه اللي انت يا محمد توفيق ده مش ممكن هذه التصويبات كابتن محمد سليم الخور هيمسك الزمام اول محاوله اول اصرار حتى اخر ثانيه الا وكره سيطر بالخبرات لا ضاعت والمتابعه للابيض الخور الترن اوفرز خلوا بالك هنا هنعود هنشوف لسه الفارق لا يسكت ست نقاط ومرة اخرى قوة زميله السابق فين الهاي في الحفل باسكت السهل الباسكت اليسير والتصويبة والتبريد بالضبط كابتن هجمة مثالية لما كنا نتكلم عنه ذهاب الكرة الى عرفان ويعني بالبونس باس يسجل فريق الخور هنا بالليب ايضا شوف كيف بكل سهولة يسجل فريق الخور هل نرى كابتن اشرف سيناريو مشابه لما حصل مباراة الاهلي والعربي عانى الامرين العربي وذهب الى الاوفر تايم ولم يحسم اللقاء الا في اخر 30 ثانية باخطاء من نادي الاهلي الذي كان متقدم لي يعني طيلة تقريبا اوقات المباراة هنا نفس السيناريو في ثاني مباراة ولا نريد ان نسلب يعني فريق الخور حقه في لا فريق ادى وكابتن زاهر يعطيه الف عافيه ولكن بالمنطق وعلى مستوى الاسماء والاوراق فريق الوكر هو المفروض ان يفوز بسهوله على مستوى الاسماء تكلم في اربع لاعبين منتخب اضافه الى لاعبين محترفين وطبعا وصول الفريق بالموسم الماضي الى ثاني الدوري وثاني كاس الامير يجب ان تكون الامور افضل على العموم 67 الوكره 73 نادي الخور فارق الست نقاط والمتبقي 8 دقائق على نهايه الربع الرابع هنا شوف لا يوجد اي ضغط على صانع اللعب يلعب بكل هدوء ياتي البيك اند رول لا توجد تغطيه بطبيعه الحال ستكون النتيجه باسكت كره السله سهله جدا 1 زائد 1 يساوي 2 كابتن صحيح يعني على العموم نادي الوكرة يجب ان يتدارك الموقف مالك بالتمرير الى عرفان على مستوى البيك اند رول تمريرات بين لاعبي الوكرة طريقة جيدة والدفاع ممتاز من نادي الخور هكذا يجب ان يلعب فاول وخطأ شخصي هكذا يجب ان يلعب نادي الوكرة انا اعطيك ضمان كابتن في اي هجمة يلعب فيها ويؤدي فيها نادي الوكرة بهذه الطريقة اما سكور اما باسكت ولو اخذ اوبن شوت وضاعت يعني ستكون فقط على مستوى الحظ او مستوى النسب المئوية يكون ضيع الكرة بالتالي نتكلم عن نسب افضل وعن فرص افضل لفريق العودة لفريق الوكرة للعودة وتحسين الاداء هنا الريباوند محاولة الاختراق شوف دائما لما يكون اللاعب انسان تكون الامور افضل الان الدفاع والضغط على الكرة لا يجب ترك اللاعب في نادي الخور ليقوم بالتنطيط بالكرة بهذه الطريقة ياتي مشي على مستوى الضغط فاول هجومي بكل ذكاء يحصل نادي الوكرة على فاول هجومي الفارق اعتقد يجب ان يكون اربع نقاط بعد الاسلام دانك كابتن ولا النتيجة صح 69-75 75 اذا ست نقاط الفارق وليس اربع نقاط والهجمة مع فريق الوكرة صانع الالعاب ايرلي بيك مرها لمالك سليم تروح عند الانسايد ممتاز فريق الوكرة بتمرير الكرة الى عرفان يعني لاعب خبرة يعرف كيف يوزع اللعب الى عبد الله شاهر بدأ فريق الوكرة يعني بالاداء باتزان شوف كيف الدرايف اند كيك قصيرة شوف الريباوند كل شيء ايجابي يحصل عندما تقوم بالاداء بهذه الطريقة شوف اللياب كابتن برافو بالفعل يا كابتن عودة حاليا لنادي الوكرة توقعنا الخبرات 70 الخور 71 الوكرة 6 دقائق الوكرة في العودة ونتمنى الدفاعات هي قوية نتمنى نستمتع بست دقائق تكون مكافأة تكون جميلة وها المخالفة المشي بالكرة تيرن اوفرز ورا بعض
لسه ست دقائق، لسه مباراة متبقي عزيزي المشاهد ست دقائق كاملة. ناس بتطلع وناس بتنزل والمستويات هنشوف. وهو 3 بوينت، الله فعلا اكيدة للوطوية كابتن محمد سليم. صحوة هذه الفكرة، يعني لربما جاءت لكن هناك متسع من الوقت، 5 دقائق 38 ثانية، والمباراة 74 الوترة 75 الخور، وهنا تصل اوفنسيف ريبورت الان. شوف الحالة الدفاعية والحالة الفنية على مستوى الدفاع، يعني الوقت بدأوا يشعروا بالمسؤولية اكثر قبل فوات الاوان، وبالتالي يتحسن الاداء ضمنيا. عندما بدأ الكرة تحت الباسكت، شوف كل شيء فتح، ايزي ايزي اسلام دانك فاول الكي ونقطة التحول كابتن و يعني اشراك عرفان في صناعة اللعب من البوست على مستوى الانسايد، كل شيء تغير، اكسترا باس، نقل الكرة من جهة لأخرى، كل هذه الأشياء لم نرها على مستوى 35 دقيقة، ولكن الآن يعود في الدقيقتين الأخيرتين فريق الوكرة ويعود الاتزان. بهذه الطريقة لن يستطيع فريق الخور مجاراة الوكرة. خلينا نكون واقعيين على مستوى الخبرة والأسماء، والتعب حل محله. كوتش إيهاب طبعا قام بروتيشن وإراحة الجميع، ولكن مستوى اللاعبين في فريق الوكرة، وان اشرك كابتن إيهاب 6 لاعبين اعلى، خصوصا على مستوى اللاعبين اللوكل وليس على مستوى المحترفين. مستوى اللاعبين المحليين في فريق الوكرة افضل بكثير، وهذا ما اهل كابتن إيهاب للعودة باللقاء. شوف ذكاء كابتن زاهر على طول طلع 1 بوينت، طلب وقت مستقطع. تقدم اول للوكرة، تقدم اول 76 75. كابتن سليم، كابتن زاهر مفروض هيقول ايه في التايم اوت؟ لا، كابتن زاهر يجب تهدئة اللعب على مستوى الهجوم والضغط اكثر على مستوى الدفاع. وكما قلنا كابتن اشرف، يعني كابتن زاهر ممكن ان يجد حلول على مستوى التسجيل، لكن الامكانيات والتشكيل الموجود عنده يحدده في تشكيلة معينة وفي طريقة معينة للعب. لغاية الان فارق النقطة الوحيدة، يعني كل شيء في الملعب، 5 دقائق 8 ثواني، هاي مباراة مختلفة تماما، يعني نتكلم عن مباراة طويلة لسه، وممكن لكابتن زاهر بخبرته ان يعيد فريق الاتزان لفريق الخور والهدوء بعض الشيء. الان انت في الكلتش تايم، تتكلم في الربع الرابع، التعب، مستويات التركيز، الخبرات، الان لها كلمة الفصل. فريق الذي سيقلل الاخطاء هو من سيحسم اللقاء. مؤشر اداء فريق الوكرة ارتفع دفاعيا وهجوميا، بالوعي طبعا مع الاقتراب من نهاية المباراة، المباراة هتروح، وبالتالي اعتقد نتيجة طبيعية بان بحكم يعني خبرة اللاعبين ووعيهم للمسؤولية. أعتقد تحسن الأداء بعض الشيء على مستوى الهجوم، بدأ الأداء يكون جماعة، على مستوى الدفاع كان في هناك ضغط أكبر، تحسن على مستوى الروتيشن، وبالتالي عاد وقلص الفارق. ما زال فارق النقطة الوحيدة 76 الوكرة 75 فريق الخور، والمتبقي 5 دقائق و8 ثواني، تايم اوت ووقت مستقطع الثاني على التوالي. بقرار حكم، ننوه لسادة المشاهدين، الحكم كابتن خالد الأحبابي طلب من فريق الخور التواجد على أرضية الملعب، ولكن بعد استنزاف واستنفاذ للوقت أعطى لي تايم أوت إجباري هيكون محتاجه أكيد كابتن زاهر، لكن طبعا حكم قرار من الحكم كابتن خالد الأحبابي. نهاية الوقت المستقطع الثاني لفريق الخور، والوقت المستقطع الثاني الإجباري دعني أقول. مباراة الآن يجب أن يكون التعامل هنا بالخبرة والذكاء، كيف سيتعامل فريق الخور وما هي تعليمات كابتن زاهر. دخل الكرة مع صانع الألعاب دائما الذي يبدأ منه كابتن زاهر، دايموند أوفنس كما نرى، دبل بيك، نفس الخطة التي اتبعها فريق الخور. هنا لسويتش ديفنس، شوف عبد الله شاهر كيف عمل السويتش هو وعرفان، محاولة الاختراق، درايف اند كيك، وهنا تصويبه من بوبا ضايع، الريباوند في غايه الاهميه، ممتاز، شوف الهدوء، برافو، هذا ما يحتاجه فريق الوكره الان، يحتاج الى تسجيل. التعامل مع المباراه يجب ان يكون بشكل مختلف. ايزي شوت، ربما يقول بوك شوت، لكن دفاع الخور هو الذي اغرى اللاعب المحترف للتصويب، بعيد جدا يعني وايد اوبن، لا ممكن اجازف اخذ هذه التصويبه. نفس الخطه ايضا مره اخرى، شوف تبادل في المواقع،
نادي الخور والضغط بدأ الآن. الدفاع شوف بلو أوفنس من البيس لاين، الأمور اختلفت الآن، والتغطية من عرفان كانت في المكان المناسب على مستوى البيس لاين والهيلب سايد. برافو عرفان، يعطي الكرة تخرج للأوتسايد تذهب لمصلحة نادي الوكرة. 79 الوكرة، 75 نادي الخور، وأربع دقائق وست ثواني متبقية على نهاية اللقاء. المحطة الأخيرة وعودة كما توقع أصحاب الخبرات، لكن هل أمير جاكسون ورفاق يوهاي نشوف لاسي لاعب من المطلق جاكسون والطيران يقدم الرقص باسكت محتسب والخطأ. هنشوف الحكم هيقول ايه. خطأ شخصي هنا، خطأ شخصي جاكسون.